بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، فيا أهلا وسهلا بكم عبر أثير تزامن. لازلنا نناقش معكم مفاهيم الابتكار في مختلف المجالات ضمن سلسلة بدأناها معكم قبل أسابيع، وموضوعنا الليلة من الأهمية بمكان، لأنه يمس جميع جوانب حياتنا العملية والمؤسسية والتعليمية. يعتبر نقطة تحول كبيرة في كثير من القطاعات المختلفة، ألا وهو التحول الرقمي. سمعنا كثيرا عن التحول الرقمي، وسعت كثير من المؤسسات والشركات والجامعات والمنظمات التعليمية وغيرها إلى تحقيق هذا التحول، ولكن وقبل أن نبدأ في هذا التحول، هل سألنا أنفسنا ما هو التحول الرقمي؟ وهل مجرد الانتقال من استخدام الورق إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر وتوفير البرامج والشبكات الإنترنت، هل هو هذا هو التحول الرقمي؟ إذن ما هو المفهوم الحقيقي للتحول الرقمي؟ وما هي مجالات الابتكار في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها ضيفنا في هذه الليلة، الخبير والمستشار في التحول الرقمي الدكتور عدنان البار، وهو أستاذ مشارك في قسم نظم المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز، وعضو المنظمة العالمية لحوكمة نظم المعلومات، كما عمل مستشارا متفرغ في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سابقا. حياكم الله دكتور عدنان، فلتتفضل. أنا راح أوقف المشاركة عندي دكتور، وتتفضل بعمل المشاركة من عندك. طيب، شكرا لك دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إلى أمسيتنا هذه الليلة في المحاضرة، والتي تأتيكم برعاية واستضافة عمادة التعليم الإلكتروني في جامعة الملك خالد، ومن خلال منصة تزامن. الآن أنا بدأت مشاركة للعرض الذي سوف أستعرضه الليلة معكم إن شاء الله تعالى، فأرجو أن يكون واضح ووصل لكم. واضح. تمام. الحقيقة التحول الرقمي، وكما يعرف باللغة الإنجليزية Digital Transformation، أصبح من المواضيع الهامة جدا، والتي تمس الكثير من الأعمال والجهات والمنظمات والهيئات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو عامة، وأصبح المنافسة فيها يعني على قدم وساق، بل أن هناك دراسات تشير على أن الشركات أو المؤسسات التي لا تبادر بتطوير نموذجها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات التحول الرقمي سوف تكون خارج السوق بحلول عام 2027 ميلادي. يعني إلى هذا الحد وصل الأمر وأهميته وحساسيته. نحاول الليلة إن شاء الله تعالى في خلال هذه الساعة وهذه الأمسية أن نستعرض مفهوم التحول الرقمي، وما هي يعني تقنيات التحول الرقمي أو أهم تقنيات التحول الرقمي التي ساعدت إلى إحداث يعني طفرة رقمية في بناء نماذج أعمال جديدة، وبالتالي أثرت في السوق على شريحة كبيرة من نماذج أعمال قديمة وكانت راسخة وتعتبر نفسها على قمة الهرم من الأعمال التجارية. رح نستعرض هذا المفهوم ومكونات التحول الرقمي وتقنياته، ثم نحاول أن نجد مفهوم خاص فينا في الابتكار في التحول الرقمي. كيف نستطيع أن نبتكر في التحول الرقمي؟ فإن شاء الله تعالى نبدأ، وعلى بركة الله كمدخل أقول تفضل.
بس لو ترفع لي الصوت شوية الله يعطيك العافية، لأنه في أكثر من واحد الصوت عندهم منخفض. برضو الأخوان اللي معانا والأخوات حاولوا ترفعون السماعات من عندكم، إذا كل واحد يرفع السماعة إلى أقصى حد على أساس يسمع الصوت بشكل واضح، والدكتور إن شاء الله ما يقصر معانا برضو يرفع صوته شوية الله يعطيك العافية. شكرا دكتور. بإذن الله تعالى. لا لا أبدا تفضل. طيب أقول كمدخل الآن إلى الموضوع، يعني التقنية ما في شك دخلت في مجالات كثيرة وواسعة جدا، وانتقلنا في التقنية في مراحل زمنية معينة حتى وصلنا إلى الزمن الحالي وهو عصر أو نموذج التحول الرقم، وأحدثت الحقيقة الرقمنة عموما والبرامج التقنية والنظم الآلية أحدثت ثورات يعني كثيرة جدا في الأعمال، حتى وصلنا إلى تقريبا عصر جديد ومفهوم جديد وهو الثورة الصناعية الرابعة أو ما يعرف بإندستري 4.0. هذا لن يكون حديثنا اللي هو الإندستري 4.0 الليلة، ولكن إذا يسر الله وأراد وسمحت الأوقات إن شاء الله تعالى يمكن أن نفرد له يعني محاضرة خاصة أو ندوة خاصة به. لكن الآن نحن نعيش زمن الثورة الصناعية الرابعة، وهي في محورها تعتمد على المعلوماتية وتوظيف المعلومات في تحسين الإنتاج، في كفاءة الإنتاج، في رفع معدلات الريسبونس تايم إذا صح التعبير أو التفاعل مع الآلة بطريقة مباشرة وآلية ولحظية بسبب ما استطعنا أن نتحصل عليه من كمية معلومات، وهذه أحد محاور التحول الرقمي اللي سنأتي إليها. لو جينا نفكر مع بعض يعني أهم يعني طبعا لا يخفى علينا جميعا أن التحول الرقمي هو أحد ركائز التحول الوطني، برنامج التحول الوطني المملكة، وكذلك أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وهناك وحدة للتحول الرقمي أنشئت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورأسها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وأعضاء فيها من معالي الوزراء من أهم الجهات التي تشارك، وتصدر عنها تقارير نصف سنوية عن أهم التطورات في مجال التحول الرقمي في المملكة. وجميعنا بفضل الله عز وجل نلمس أن هناك يعني بالفعل تحسن كبير جدا في الخدمات الإلكترونية، في البوابات الحكومية الرقمية، وما نحن الليلة بصدده الحقيقة في هذا المشروع الرائع والجميل التي طرحته جامعة الملك خالد ما هو إلا أحد بوادر هذا التحول الرقمي في مجال التعليم وفي مجال التعلم التزامني والتعلم المفتوح. طبعا من أكبر الأمثلة دائما اللي تضرب وتستشهد بها في مجال التحول الرقمي هو نموذج التنقل بالسيارات أوبر وكريم وما أحدثته من طفرة وهزة. نحن في عندنا مفهوم في التحول الرقمي اسمه Disruptive Digital Transformation، يكون هذا النموذج Disruptive إذا فعلا أحدث هزة لنموذج أعمال قائمة وراسخة، اللي هو في هذا المثال نماذج التكاسي. التاكسي في العالم كله نموذج قديم جدا وراسخ وأصيل، والبزنس تبعه شغال وماشي، إلى أن جاءت أوبر وابتكرت هذا النموذج العمل الجديد بأن وفرت بلاتفورم منصة رقمية، ها، ووفرت لكل صاحب سيارة أنه هو يستطيع أن يؤجر سيارته في وقت معين من الزمن بطريقة محددة ابتكرتها الشركة وأنشأت لها التطبيق، وبدأ الناس يستخدموا سيارات بعض إذا صح التعبير في التنقل، حتى أصبح يقال إنه ربما في المستقبل المنظور لن يحتاج الشخص إلى أن يمتلك سيارة، لأن الهدف من السيارة هو أن أنتقل من مكان ألف إلى مكان باء، فإذا وجدت كثير من الفرص متاحة لي في التنقل وبسهولة وبيسر وبسعر مناسب جدا، فلماذا أرهق نفسي في امتلاك سيارة وتكاليفها وصيانتها وغيره. هذا النموذج واضح جدا ونموذج إذا صح التعبير نسميه نموذج صارخ في التحول الرقمي، كيف أوبر وكريم استطاعت تهز
عمل التكاسي على مستوى العالم كله، حتى قامت قضايا في المحاكم في بعض الدول ضد هذا النموذج. الفكرة الأخرى والتطبيق الآخر، يعني أنا أحب دائما أجيب نماذج برضو إقليمية ومحلية، يمكن بعض الناس يقول لك هذه كلها نماذج عالمية لذلك نجحت، لا، في نماذج محلية بدأت تنجح وبدأت تحقق نجاحات وأتوقع لها المزيد في المستقبل القريب. على سبيل المثال نموذج منصة فيزيتا، إذا كان البعض سمع فيها أو لا، هي منصة لحجز المواعيد عند الأطباء ومشاركة المعلومات عنهم. يعني أنا حجزت عند موعد عند طبيب معين حسب نوعية الطبيب اللي أبغى أشوفه، أجد في تقييم لهذا الطبيب من كل الأشخاص اللي تعالجوا عنده. فأنت الآن بدل ما تسأل الناس أصبحت باستطاعتك تدخل على هذه المنصة وتقيم وتشوف الأطباء وتختار أفضل طبيب حسب ما تم تقييمه من قبل الناس اللي زاروه واحتاجوا للتطبب عند هذا الطبيب. في توقعي فيزيتا سوف تحدث نموذج قوي جدا وهزة قوية للتعامل مع الأطباء والطبابة على مستوى الصحة في عالمنا. وبدأت تنزل الآن، طبعا هي منصة رقمية نشأت في مصر وبدأت الآن تدخل السوق السعودي رسمياً، ولعل بعضكم شاهد لها إعلانات في الشوارع والطرق. هذا نموذج آخر وظف التقنية ووظف الرقمنة في ابتكار تقييم الأطباء وحجز مواعيدهم من خلال توفير جداول مواعيد الأطباء بالتعاون وبالتنسيق مع كثير من العيادات والمستشفيات. نموذج آخر تطبيق مهارة للصيانة المنزلية، الحقيقة نموذج رائع، بدأ في شوية مشاكل لكنهم طوروا نموذج العمل وطوروا التطبيق وحسنوا فيه بصورة كبيرة جدا، وأتوقع أن يستمر. وهناك تطبيقات أخرى مشابهة. هذا نموذج من نماذج التحول الرقمي باستخدام تطبيقات الجوال الذكية، إذا صح التعبير، أو الأجهزة الذكية. النموذج الصارخ الآخر والواضح بشكل كبير جدا كيف هزت يعني التحول الرقمي كيف هز نموذج أعمال قائم وقوي اللي هو في مجال الفندقة والسياحة Airbnb، استطاعت الآن أن تمتلك أكبر، أن تؤجر أكبر عدد من الغرف على مستوى العالم دون أن تمتلك أي غرفة من هذه الغرف، حتى تجاوزت سلسلة الفنادق العالمية أو تكاد في مجموعها جميعا تجاوزتها بعدد الغرف المتاحة من خلال منصتها، سواء الهيلتون، الشيرتون، معظم الأسماء المشهورة العالمية أحدثت فعلا هزة قوية في نموذج أعمال الفندقة والسياحة وحجز يعني النزل وغيره. انتشرت بقوة جدا الحقيقة، الكثير من الأشخاص اللي استخدموها وجدوا فيها موثوقية عالية جدا. فهذا نموذج آخر صارخ كيف استطاع أنه ببناء منصة رقمية أن يهز نموذج أعمال أصلي وقائم وله سنين طويلة جدا. أخيرا وليس آخرا، من في المملكة العربية السعودية نموذج أكاديمية نون، نشأت من خلال اثنين من الشباب الطموحين في مدينة الرياض، أنشأوا المنصة تقريبا من عام 2013 هم يحاولوا فيها، إلى ما شاء الله تبارك الله عام 2015 بدأت تأخذ بعض التحسن في استقبال الطلاب المسجلين. هي طبعا منصة لتقديم الدروس الخصوصية، إذا صح التعبير، الدروس الخصوصية تقدم من خلال المنصة لكن مجانا بدون مقابل، بحيث هي جمعت بنت في مفهوم التحول الرقمي نسميه الماركت بليس، السوق المفتوح، جابت البايع والمشتري إذا صح التعبير، جابت صاحب البضاعة اللي هو المعلم عنده بضاعة وجابت له الطالب على المنصة دي. الآن تقريبا أكثر من 2 مليون مستخدم على المنصة، ما شاء الله تبارك الله. الآن نزلت هذه منصة نون في السوق المصري كذلك رسميا ودخلت في جمهورية مصر العربية، وهي نابعة من 2 من الشباب في المملكة فكروا فيها وعملوا واجتهدوا عليها إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه ما شاء الله تبارك الله. هذه نماذج سريعة حبيت أحط عليها فوكس عشان نفهم مدى ما يستطيع أن يحدثه التحول الرقمي من هز لنماذج أعمال راسخة وقائمة وموجودة. طيب، حبينا نسلط الآن، نعمل
فوكس أكثر أو تركيز أكثر على من خلال ما طرحته الآن من هذه النماذج على تعريف أساسي للتحول الرقمي. نستطيع أن نقول بأن التحول الرقمي هو توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة المنظمة أو زيادة الإنتاج أو بناء نماذج أعمال جديدة. ويا إخوة أريد منكم أن تضعوا ثلاث خطوط تحت كلمة بناء نماذج أعمال جديدة أو ما يعرف باللغة الإنجليزية New Business Model أو خلق فرص وبدائل أخرى، وهي تضع في المقام الأول تجربة العميل، تجربة المستخدم User Experience is number one بالنسبة للتحول الرقمي. إذا أردنا أن نبادر في مشروع يعتبر أحد مشاريع التحول الرقمي الأساسية، لابد أن نضع في الحسبان تجربة المستخدم وأن يكون استخدام المنصة، استخدام التطبيق من أفضل وأروع ما يمكن في تحسين تجربة المستخدم، لأن المستخدم الآن هو الذي أصبح يمتلك القرار. أنت تتنقل الآن من تطبيق إلى تطبيق بناء على حسب فائدة التطبيق لك وسهولة التطبيق لك كذلك. لو لاحظنا على سلوكنا في البحث عن تطبيقات، راح تنزل تطبيق سواء أنت وجدته أو حسب بناء على حاجة لك أو أرسل لك من أحد المجموعات وحملت التطبيق له، راح تستخدمه لفترة. لو أزعجك التطبيق في طريقة استخدامه، في أسلوب استخدامه أو في الوظائف الأساسية تبعه، راح تبدأ أنت تبحث عن تطبيق آخر في أندرويد أو في الآيفون، بحيث أنك تجرب تشوف إيش أفضل وأسهل تطبيق يحقق لك السهولة في الاستخدام ويحقق احتياجك، وراح في الغالب تستمر مع هذا التطبيق ولن تحول. لذلك بناء تحول رقمي قائم على تجربة العميل والتلبية لاحتياجات العملاء بسرعة والرد عليهم بصورة مباشرة وسريعة قدر المستطاع يحقق أعلى نسبة من الرضا، وبالتالي يحقق أعلى نسبة من الزبائن المستخدمين للتطبيق أو المنصة. طيب، أهم تقنيات التحول الرقمي الحقيقة، أنا بفترض يا دكتور محمد مدام ما في منك أي مداخلات معناه أنه الصوت واضح والعرض واضح. نعم واضح دكتور. طيب، أهم تقنيات التحول الرقمي الحقيقة طبعا من أشهرها الآن والكل سمع فيها الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، اثنين التطبيقات الذكية، ثلاثة البلوك تشين تكنولوجي، أربعة الروبوتات الذكية، ونقصد فيها روبوتات البرمجة وليس الروبوتات الآلية أو الأذرع الآلية أو ما يسمى بالروبوت الرجل الآلي، لا ما نقصد هذا نحن. التواصل الاجتماعي، منصات السوشيال ميديا، البيانات الضخمة وتحليل البيانات واستنتاج وتنبؤ القرارات منها من أحد أهم تحولات تقنيات التحول الرقمي، الأمن السيبراني وأهميته في الحفاظ على يعني المعلومات وخصوصيتها وسريتها من اختراق، يعتبر من تقنيات التحول الرقمي كذلك، إنترنت الأشياء إنترنت أوف ثينجز، والآن أصبح عندنا إنترنت أوف ميديكال ديفايسز أو ميديكال ثينجز بالإشارة إلى كم من المعلومات التي تنتجه أجهزة المستشفيات اللي تقرأ يعني العمليات الحيوية للمرضى وتقيس الضغط، أجهزة كثيرة جدا كلها أصبحت بالإمكان تخزين ما يصدر عنها من بيانات على يعني مستودعات بيانات تستطيع الجهات الصحية استفادة منها وتوظيفها في التنقيب عن بيانات اتخاذ قرارات أفضل. هذه أهم التقنيات الرقمية اللي تساعدنا في بناء نماذج أعمال رقمية تحولية تستطيع أن تفيد الجهة أو القطاع أو لو كان نيو بزنس أستطيع أن أوظفها. راح نحاول نعرض إن شاء الله تعالى على في الأمام على بعض الأفكار اللي ممكن تنتج من توظيف مثل هذه التقنيات. كذلك يمكن لم تذكر هنا وهي من أهم كذلك تقنيات التحول الرقمي اللي هو الحوسبة السحابية أو ما يعرف بالكلاود كومبيوتينج. والحقيقة الحوسبة السحابية أنا أعتبرها يعني الأساس القوي جدا لأكثر نماذج التحولات الرقمية اللي حدثت.
يعني بدون وجود الحوسبة السحابية وما أحدثته من ثورة في استضافة التطبيقات، سواء كانت software as a service أو infrastructure as a service أو platform as a service، كلها مكنت من بناء تطبيقات سريعة وقوية وثابتة وستيبل إذا صح التعبير، لأنها قائمة ضمن مراكز معلومات قوية ومتعددة ومنتشرة في أنحاء العالم بخدمات عالية جداً ومتوفرة تقريباً 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع إذا صح التعبير. لذلك توجهت كثير من الشركات إلى توظيف تقنيات الحوسبة السحابية في تدشين منصات رقمية تحولية، ومن أشهر يعني الحوسبة السحابية ونماذج الحوسبة السحابية اللي هو منصة أمازون ويب سيرفيسز ومنصة مايكروسوفت أجور ومنصة جوجل كلاود. إخواني الكرام، منصات الحوسبة السحابية هذه هي اللي أتاحت ترى كثير من توظيف نماذج الذكاء الصناعي الذي يقوم بالأساس على فهم سلوك معين بناء على تنقيب في بيانات ضخمة بنماذج إحصائية ومعادلات إحصائية معقدة تحتاج إلى كم كبير من المعالجة المركزية ومن CPU ومن الميموري ومن الهارد درايف، كان من الصعب جدا توفرها لدى الكثير من الجهات بما فيها حتى جهات حكومية. لذلك منصات الحوسبة السحابية أتاحت هذه الإمكانية وهذه الباور إذا صح التعبير لانطلاق ولفتح باب كبير جدا من أبواب الذكاء الصناعي والتنقيب في البيانات، لأنها وفرت هذه الطاقة وهذا الجهد لكثير من التطبيقات. لذلك أصبحنا نرى الآن انتشار هذا المفهوم، ولا ترى مفهوم الذكاء الصناعي عندنا في الكمبيوتر ساينس مفهوم قديم ليس جديد، من أكثر من 30 سنة والعلماء يتكلموا عن الذكاء الصناعي وعن برمجيات وعن خوارزميات الذكاء الصناعي وعن معادلات الذكاء الصناعي موجودة في الثيوري كثير، موجودة من فترة طويلة جدا، لكن كانت دائما عقبة أمامهم. عشان النموذج يتعلم لابد له من كمية كبيرة من البيانات حتى يستطيع أن يطبق ويستنتج من خلال هذه البيانات ومعالجتها، وهذا كان يحتاج باور very powerful systems وبلاتفورم قوية جدا وأجهزة قوية جدا تستطيع أن تعالج كم ضخم من البيانات بسرعة وبآنية إذا صح التعبير، بحيث تعطينا تفاعل مباشر مع القرار اللي نبغى نتخذه، كان يصعب ذلك في السابق. لذلك الآن إنترنت الأشياء كذلك إنترنت of things لا يمكن أن نفعلها ونستفيد منها بدون توظيف الحوسبة السحابية. البيانات الضخمة نفس الشيء، يصعب جدا علينا أن نستفيد منها وتطبيقاتها بدون وجود حوسبة سحابية، سواء كانت هذه الحوسبة السحابية حوسبة سحابية خاصة أو هجينة أو عامة على يعني البابليك كلاود إذا صح التعبير. فهذه أهم تقنيات التحول الرقمي اللي يمكن أن توظف. طبعا البلوك تشين اللي ما سمع فيها او سمع فيها وما هو متاكد ايش هي بالضبط، البلوك تشين هي مجموعه من التقنيات تساعدنا على تشفير عالي جدا للبيانات والقرارات والعمليات داخل بلوك واحد اذا صح التعبير. باختصار شديد هي خلف البلوك تشين، التقنيه هذه هي خلف ثوره العملات الرقميه ابتداء بالبيتكوين وإثيريوم وغيرها من العملات الرقمية. وبدأت الآن هنا مجموعة من الجهات الحكومية في بدء استكشاف منصة البلوكتشين، وممكن أن تحدثوا كذلك من توظيف جديد وتسهيل للأعمال ومصداقية وموثوقية عالية جدا جدا في هذا المجال. وقد سبق لي أن طرحت فيها محاضرة كذلك عبر منصة عامة. طبعا منصات التواصل الاجتماعي وما أحدثته من تفاعل شديد ومن انفتاح شديد بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، بين الزبون والبائع، لدرجة شفنا نماذج كثيرة جدا حدثت كيف تستطيع الجهات توظف مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة يعني
زبائنها، في زيادة ولاء العملاء، في التوسع، في الرد على استفسارات العملاء حتى إذا صح التعبير خارج أوقات الدوام. كيف تستطيع أن تحلل الكلام اللي بيكتب من خلال منصات رقمية، كذلك تقوم بهذا التحليل للاستفادة منه وتحديد جوانب السلبية اللي قاعدة تذكر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو يعني رفع كفاءتها من خلال ما تلاحظ من إيجابيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الآن كما ذكرنا إخواني أهم تقنيات التحول الرقمي اللي يمكن توظيفها والاستفادة منها سواء مجموعة مع بعض، يعني يمكن أن تكون كلها مجموعة في مشروع واحد، طبعاً نتصور أنه حيكون مشروع كبير وضخم، ويمكن أن نوظف بعضها في أو حتى لو نموذج واحد منها أو تقنية واحدة منها في بناء نموذج عمل جديد، أو في بناء منصة رقمية، أو في بناء تطبيق يقوم بعملية معينة، أو بناء نموذج أعمال جديد من خلالها. التغييرات التي أحدثتها التقنيات الرقمية طالت جميع الصناعات وستطال كذلك، التي لا زال منها لم تصل إليها، وهزت نماذج الأعمال القديمة وكسرت احتكار صناعات راسخة على سلسلة القيم المضافة وشرائح المنتجات. نحن الآن نرى كذلك السيارات ذاتية القيادة، السيلف درايفنج كار، صحيح هي في بدايتها، صحيح حدثت حوادث ونتج عنها وفيات، لكن التوجه هذا هو، ولن تقف الأبحاث عند هذا الحد، وستستمر حتى يصبح النموذج ناضج وقابل للتطبيق، وربما خلال العشر سنوات القادمة نرى سيارات ذاتية القيادة بصورة عامة وأكثر بابليك. هي الآن تستخدم في بعض الدول لأغراض محددة، ولكن يعني هو هذا المستقبل وهذا هو التوجه والله أعلم. طيب، هذا الآن يعني تعريف التحول الرقمي الأساسي وأهم التقنيات اللي داخلة في بناء نماذج تحول رقمية، توظيف التقنيات الحديثة المختلفة سواء مستقلة أو مجمعة لتحسين كفاءة التشغيل أو النمو والتوسع. إذا كنا نحن عندنا بيزنس قائم نريد أن نوظف تقنيات التحول الرقمي في إما لتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج أو للتوسع والنمو واختراق أسواق جديدة من خلال بناء المنصات الرقمية. طبعاً التحول الرقمي إخواني إخواتي يمكن أن يحدث داخل المنظمة أو ينشأ خارج حدودها التنظيمية التقليدية ليحدث نموذجاً جديداً للأعمال دون التقيد بنموذج العمل التقليدي. وسأطرح لكم مثال حتى نفهم هذه الفكرة ما هو المقصود بها من خلال منصات التعليم. عندنا وزارة التعليم أنشأت منصة شمس، وعندنا منصة نون، وعندنا منصة رواق اللي هي منصات التعليم المفتوح. تمام، حاولت أني أعمل مقارنة بين منصة شمس ومنصة نون. منصة شمس تبنتها وزارة التعليم مشكورة، وهي منصة رائعة وجميلة لطلاب المدارس العامة، ويدخل عليها الكثير من الطلاب والطالبات ويستفيدوا من خدماتها. منصة أكاديمية نون نفس الفكرة تقريبا لتقديم الدروس على مناهج المواد العامة أو المراحل الدراسية العامة، لكن سبحان الله نون نشأت من رحم إذا صح التعبير القطاع الخاص، شمس نشأت من رحم وزارة التعليم اللي هي متخصصة في هذا المجال وهو شغلها وهو عملها، لكن منصة نون نشأت من خارج إطار وزارة التعليم، فلذلك نسميها نموذج تحولي نشأ من خارج الحدود التنظيمية التقليدية للمنظمة اللي هي وهنا في مثالنا وزارة التعليم. أو البيانات اللي جمعتها لكم مقارنة بين منصة شمس ومنصة أكاديمية نون توضح لنا، طبعا اللون هذا الأحمر أو البرتقالي الأحمر هو يمثل منصة أكاديمية نون، واللون الموف يمثل منصة شمس. نلاحظ أن عدد الزيارات، هذا الفيزيت هو هنا الفيزيت على مدى 6 شهور، طيب هذا كلام عام 2019 من شهر مارس، طيب في شهر مارس بالتحديد كان عدد الزيارات لمنصة أكاديمية نون 300,000 زيارة للموقع، بينما كان
منصة شمس 200,000 زيارة للموقع في شهر مارس، وامتد هذا إلى شهر مايو تقريبا، وبعد ذلك تناقص، لأنه أتوقع السبب الرئيسي حيكون أنه انتهت فترة الاختبارات، كان على وشك نهاية العام. فهذا مثال الآن يوضح لنا أنه كيف منصة نشأت من خارج رحم وزارة التعليم، اللي هي الجهاز التنظيمي الأساسي للتعليم في المملكة، واستطاعت أن تتفوق عليها باستقطاب أكبر عدد ممكن من الزيارات من الطلاب وأولياء أمورهم. المقارنة الأخرى، طبعاً هذا خلال 6 شهور من شهر مارس إلى شهر أغسطس عام 2019، يعني حديثة هذه المقارنة. المقارنة الأخرى هو معدل المدة التي يقضيها الطالب في كل من المنصتين، ونلاحظ واضح جداً من الرسم البياني تفوق منصة أكاديمية نون على منصة شمس في معدل الوقت الذي يقضيه الطالب على كل منصة من المنصتين، وكانت يعني أعلى فترة في شهر أبريل، اللي هو أتوقع فترة بالتحديد فترة الاختبارات، كان يعني 40 دقيقة مدة الزمن اللي كان يقضيها كل طالب على منصة أكاديمية نون، المعدل طبعا، بينما كان لمنصة شمس في حدود 12 أو 11 دقيقة. فهذا مثال يوضح لنا مفهوم كيف أنه ممكن نموذج تحول رقمي ينشأ من خارج رحم الحدود التنظيمية للبزنس أونر الأساسي، اللي هو الآن عندنا هنا يعتبر وزارة التعليم. طيب الآن خلونا نشوف في أي مجالات تعمل أو يعمل التحول الرقمي، ما هي مجالاته الأساسية، ما هو نطاط أعمال التحول الرقمي الأساسي. الحقيقة هناك 5 مجالات أساسية يؤثر عليها التحول الرقمي وبشكل كبير جدا، وهي أول نطاق أصحاب المصلحة أو العملاء، الستيك هولدر والعملاء بالذات، مجال قوي جدا من مجالات التحول الرقمي. المجال الآخر العملية التنافسية والمنافسة بين الشركات، وما أحدثه التحول الرقمي في هذا المجال من خروقات كبيرة جدا وتحول قوي جدا في هذا الباب، من النفاذ والوصول للزبون بمنصات متنوعة مختلفة وفي أوقات مفتوحة جدا، وبالعكس حتى تجاوز إذا صح التعبير الحدود الجغرافية للدول. ثم موضوع الإبداع والابتكار في بناء نماذج تحولية رقمية لإنتاج أكثر من نماذج الأعمال التجارية. النطاق الآخر أو المجال الرابع اللي تعمل فيه أفكار التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي بقوة وبكفاءة هو مجال البيانات الديتا، وكما أصبح يقال الآن في هذا الزمان، data is an asset، البيانات أصبحت أصل من أصول الجهات وأصل من أصول الشركات، ولابد أن تعامل كأنها سلعة تباع وتشترى ويحافظ عليها، لأنه اكتشفنا أنه لها قيمة عالية جدا في يعني قرارات الشركة، في تحولات الشركة، في فتح أسواق جديدة للشركة، في فهم أصوب وأحكم لقرارات الشركة من خلال الاستنباط والاستقراء من البيانات التاريخية المتراكمة لدى الشركات، واللي ساعدنا فيها يعني خوارزميات الذكاء الاصطناعي، خوارزميات تحليل البيانات والذكاء المؤسسي، وكذلك منصات الحوسبة السحابية كما ذكرت لكم سابقا. والمجال الخامس اللي يعمل فيه أو تعمل فيه تقنيات التحول الرقمي هي القيمة المضافة للعمل، ماذا يستطيع أن يضيف لنا من قيمة نموذج تحول رقمي في مجال معين. هذه 5 دوائر الأساسية التي يعمل فيها أو تعمل فيها تقنيات التحول الرقمي. فنحن مثلا إذا استطعنا أن ننفذ إلى عدد أكبر من العملاء من خلال إنشاء بوابة أو منصة رقمية أو تطبيق رقمي، فنقول بذلك وظفنا أحد تقنيات التحول الرقمي للوصول إلى مزيد من الزبائن. إذا نحن وظفنا التسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، استطعنا برضو أن نصل إلى شريحة أكبر
من الزبائن والعملاء. إذا نحن وظفنا منصات التواصل الاجتماعي لفهم ردود أفعال العملاء وأصحاب المصلحة على منتج أو خدمة نقدمها من خلال ما يطرح من تغريدات أو نشر أو ردود أو تفاعل من المواطنين أو من العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وحللنا، نستطيع أن نستقرئ توجه العملاء اتجاه هذه الخدمة أو ذلك المنتج، وبالتالي نتخذ القرار المناسب. وهكذا نستطيع أن نمر على كل واحدة من هذه المجالات ونفهم أكثر يعني كيف يمكن أن نوظف تقنيات التحول الرقمي في سبيل زيادة رضا العملاء أو التوسع أو زيادة الإنتاج أو النمو وكسب مزيد من الأسواق. طيب، الشق الثاني الحقيقة من المحاضرة واللي أنا بحاول أربطه الليلة بموضوع التحول، هذه المفاهيم الأساسية إخواني وأخواتي للتحول الرقمي. طبعاً هناك كثير من التفاصيل، لكن كما تعلمون يعني هي محاولة لتوصيل يعني المعلومة، ثم كل من أراد أن يستفيد أو مهتم بالموضوع يستطيع يعني يتوسع أكثر إن شاء الله تعالى. لا نستطيع أن نغطي خلال محاضرة واحدة طبعاً التفاصيل، وإلا فهناك تفاصيل كثيرة جداً في الموضوع لا يسع الآن الوقت لذكرها كلها في كل نطاق من هذه النطاقات، ولكل محور أو لكل تقنية من تقنيات التحول الرقمي. فنحاول الآن نربط الابتكار والإبداع مع ما طرحناه الآن من التحول رقمي. يعني أنا بس حاولت في البداية أطرح سريعاً مفهوم الابتكار لغوياً واصطلاحياً، بس كفهم لنا إيش يعني كلمة ابتكار ومن فين جاية. اشتقت من بكرة وبكر وبكور، بمعنى تقدم في الوقت عليه أو أتاه باكراً، وباكورة الشيء هي أوله وثمرته، تمام؟ فلذلك نحن دائماً نشوف إنه يعني إذا جانا شيء جديد أو رأينا منتج جديد أو سمعنا عن فكرة جديدة نتجت، نقول والله هذا ابتكار جديد أو هذا اختراق جديد. ليش؟ لأنه صاحب الشيء هذا بادر بها وكان مبكراً في اكتشافها أو سابقاً غيره في توظيفها واستخدامها. اصطلاحاً هو عملية بناء أو إنتاج شيء جديد على أن يكون أصيلاً وملائماً للواقع وذو مضمون ويحل مشكلة من المشكلات ويكون ذا قيمة ويحظى بالقبول الاجتماعي والاستخدام العام. ما يهمنا الليلة من هذا التعريف، كذلك في بعض التعريف الأخرى، هو قدرة الفرد على تجنب الطرق التقليدية في التفكير مع إنتاج أصيل وجديد يمكن تنفيذه أو تحقيقه. يعرف كذلك أنه استحداث شيء جديد لم يسبق إليه أو طريقة أو منهجية في عمل ما جديدة لتوظيفها لعمل معين، والتغيير من أجل الرغبة في الجديد وإدخال أشياء جديدة. كل هذه التعريف إخواني أخواتي تقع ضمن مفهوم الابتكار. وفي العادة وفي العرف جرى الابتكار على المفاهيم الإنتاجية والهندسة في العموم وتطوير منتجات، يعني الأشياء الملموسة، منتج ملموس. في الغالب لما نقول ابتكر الشيء نتوقع أنه نرى حاجة ملموسة، نرى منتج ملموس، طغى عليه هذا المفهوم. لكن هدفنا الليلة توظيف هذا المفهوم في المبادرة، وإني أستطيع أنا أن أأتي بأفكار جديدة باستخدام تقنيات التحول الرقمي وأحولها إلى نماذج أعمال تجارية. حناخد هذا المفهوم اللي نحاول نركز عليه الليلة للدمج ما بين الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، وهذا ما يعنينا في القضية في ليلتنا هذه. طيب، طبعاً الإبداع والابتكار والاختراع يعني لن ندخل في تفصيل تعاريفها، لأنه أول شيء أنا لست إنسان لغوي، ثاني شيء لا يسع المقام لطرحها جميعاً الليلة، لكن وجدت توصيف جميل جداً لم يظهر إلى الآن في الشاشة، وأعتقد هو اللي يهمنا الآن في موضوع التحول الرقمي. أول شيء الإبداع يعرف أنه الوصول إلى توظيف أو حل خلاق لمشكلة ما،
إذا مو بالضرورة يعني أني أطلع منتج جديد، ليس بالضرورة في الإبداع أن يكون أنه منتج جديد، لا، ولا أن يكون حتى مبتكر، لكن قد يكون شيء موجود وأنا أوظفه بطريقة جديدة لخدمة شريحة معينة أو لحل مشكلة معينة. هذا هو تعريف الإبداع اللي نبغاه نحن الليلة، أو الوصول، ربما يؤدي الوصول إلى فكرة جديدة من استخدام شيء موجود بالفعل في أرض الواقع، استخدمه بطريقة مختلفة. الحقيقة وجدت تعريف جميل جدا للإبداع فيما يخص التحول الرقمي والابتكار بمعادلة رياضية بسيطة جدا. طيب، المعادلة تقول أن الإبداع يساوي الابتكار مضروبا في التطبيق التجاري لذلك الابتكار. طيب، خلونا نشرحها شوية ببساطة. لو افترضنا أنه التطبيق التجاري ما هو موجود تماما، فهل الإبداع يساوي الابتكار؟ لا، لغرض تعريفنا الليلة لا يساوي، بدليل أنه ممكن يكون أنا عندي منتج معين ولا ينجح في الأسواق. حصلت كثير جدا، تنزل المنتجات لكنها لا يستطيع صاحبها اللي أنتجها، طيب اللي ابتكرها، لا يستطيع أن يجد لها تطبيق أو توظيف تجاري عام بحيث يتاح لها القبول والانتشار في المجتمع. فإذا الإبداع لا يساوي الابتكار. طيب، هل الإبداع يساوي الابتكار زائد التطبيق التجاري زائد بدل علامة الضرب؟ لا، ما يساوي. ليش؟ لأنه لو افترضنا أنه الابتكار موجود أو المنتج موجود زائد التطبيق التجاري مو موجود، فمعناه لو حنا نعوض عنه بالأرقام معناه صفر. فحيصير كذا كأنه الابتكار المنتج موجود واحد زائد صفر معناها واحد، معناها كذا حولنا كأنه الإبداع رجع صار يساوي الابتكار، وهذا ليس صحيح. الإبداع توظيف الابتكار بطريقة جديدة لحل مشكلة ما، فلا بد أن يكون مضروبا في التطبيق التجاري. بمعنى لو عندنا واحد قال أنا أبدعت شيء جديد، جبت حل جديد لمشكلة موجودة، طيب حنقول له ورينا إيش اللي عندك، قال أنا وظفت المنتج هذا في حل المشكلة هذه، فحنأخذ المنتج نضعه في السوق نشوف مدى قبول الناس له في السوق، هل يشتروا هذا المنتج اللي وظفوا هذا الإنسان بطريقة جديدة ولا ما يشتروا. هذا هو التطبيق التجاري للابتكار، وهو الذي يساوي الإبداع. إذا ما وظفنا الابتكار وليكن في هذه الليلة اللي هو تقنيات التحول الرقمي، ما وظفنا بطريقة تجارية، ما أوجدنا له نموذج عمل تجاري، لن نحقق الإبداع في التحول الرقمي. طيب، هذه المعادلة حقيقة أنا يعني وجدتها في، لم أبتدعها من عندي لكن وجدتها من جامعة MIT، طرحوها في ويبينار كنت استمعت عليه في السابق، ويعني بقيت عندي عندما عدت لهذا العرض أني أطرحها، لأني فعلا وجدتها مناسبة جدا لاستخدام مفهوم الإبداع في تقنيات التحول الرقمي. فما يجي أحد يقول لي أنا عندي تحول رقمي لكن ما له تطبيق تجاري، أو تطبيق تجاري ضعيف أو فاشل. كيف تصل، قد تكون فكرة مناسبة، لكن كيف تصل إلى شيوع التطبيق وانتشاره ويكون له قابلية ورواج تجاري؟ له منهجيات وله استراتيجيات أخرى برضو لا يسعنا الليلة أن نذكرها، ولكن من أهمها استراتيجيات النفاذ، ما يسمى بالنفاذ والانتشار لشريحة كبيرة من المهتمين بالمنتج وتوظيفه، أو الحل وتوظيفه بطريقة مناسبة لاحتياجاتهم. لذلك نجد كثير يا إخواني وأخواتي، كثير موجود تطبيقات أبليكيشن سمارت على الآيفون وعلى الأندرويد، كثير جدا تطبيقات وحتى تطبيقات محلية، لكن لم يحقق لها النجاح. ليش؟ لأنه عمل التطبيق وتكوينه ليس هو سر الموضوع. سر الموضوع اختراق السوق بهذا التطبيق. هل له حاجة هذا التطبيق؟ أحيانا يكون له حاجة فعلا، لكن النفاذ والوصول للانتشار لم يصرف عليه بطريقة مناسبة جدا. العام الماضي
في إذا صح التعبير في الجمعة السوداء، وإن شاء الله يجعل جمعاتكم كلها بيضاء وجميع السامعين. التخفيضات اللي كانت تنزل، منصة شيلي أعتقد جولي تشيك، منصة جولي تشيك للتجارة الإلكترونية كانت تصرف في الجمعة السوداء وما قبلها بأسبوع تقريبا في حدود 3 مليون دولار على الدعاية والإعلان. تدخل إنستغرام تحصل إعلان جولي تشيك، تدخل يوتيوب تحصل إعلان جولي تشيك، تدخل تويتر تحصل إعلان جولي تشيك بروموتد فأول شيء يجيك، تدخل جوجل آد تحصل إعلان جولي تشيك، تدخل يعني في كل مكان تجد إعلانات جولي تشيك. وحمل التطبيق واشتري الآن وأدخل معنا الآن. ما في شك هذا أحد استراتيجيات وسياسات النفاذ والانتجار والانتشار اللي تستخدمها واللي تستطيع أن تصرف عليها الشركات الكبيرة مثل جولي تشيك وغيرها، أمازون وغيرها. فلذلك الموضوع ليس فقط هو كذلك أنه أنا عندي فكرة وأبغى أطبقها وأسوي لها تطبيق ويلا خلاص أشتغل لحالك وأنجح لحالك، لا 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 لا، هناك مشوار طويل جدا واستراتيجيات ومنهجيات للتعامل مع هذا الموضوع للوصول إلى النفاذ اللي بعده ما يكون في تراجع بإذن الله تعالى، أو يصعب التراجع أو الانطلاق إذا صح التعبير. الاختراع، كوننا جينا بكلمة الاختراع، الاختراع هو خلق فكرة من ومضة عبقرية يساهم في التقدم العلمي، وفي الغالب يوظف الاختراع في المجال الأكاديمي أو في معامل الأبحاث باختراعات معينة أو بإيجاد معادلات كيميائية جديدة أو غيرها من الاكتشافات. لكن أنا ذكرته من باب ذكر الشيء بالشيء حتى نأتي على المصطلحات المذكورة، مثالها الجاذبية ومعادلات الطاقة والحركة وغيرها من الأمور الأخرى. طيب، الابتكار الرقمي نقصد به الإبداع في بناء منتجات وخدمات قائمة على تقنيات التحول الرقمي الحديثة. الفكرة الحقيقة في التحول الرقمي أو في الابتكار الرقمي، إخواني إخواتي، الفكرة أهم ما نحتاج إليه في الابتكار الرقمي، أن يكون عندي فكرة فعلا أبغى أحولها إلى منتج رقمي. بعد ذلك تطوير أو بناء نموذج العمل، قضية مهمة جدا. ما هو نموذج العمل؟ ما هي مكوناته؟ هذه برضو قضية أخرى لابد أن نفهمها وندرسها. ابتكار رقمي يقود إلى هز نماذج أعمال قائمة، هذا 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 قمة التحول الرقمي، أني أنا أستطيع أن آتي بفكرة رقمية كما ذكرت لكم سابقا تهز نماذج أعمال قائمة. لو لاحظتوا في الفترة الأخيرة انتشر مثلا منصة المسافر. طيب، هل نحن ما عندنا منصات للسفر والسياحة وحجز التذاكر من قبل؟ إلا عندنا، لكن هذه شركة قررت الاختراق في هذا المجال، وظفت سياسات النفاذ والوصول والانتشار بطريقة كبيرة جدا، لأنه عندها رأس مال، عندها كابيتال كبير تستطيع أن تنفق على الدعاية والإعلان، وبدأت وفعلا حققت نجاحات وأضافت مكونات جديدة للمنصة بحيث تستقطب أكبر ممكن أكبر نسبة من الزبائن. لاحظوا في عصر الرقمنة وفي عصر التحول الرقمي أصبح الآن الزبون هو الشبكة. Your network is your customer، بمعنى كل ما ضاعفت انتشارك على الشبكة كل ما زاد عدد عملائك. والانتشار على الشبكة له زي ما قلت أساليبه وطرقه، وله كذلك ميزانياته الحقيقة الكبيرة، وليست السهلة للوصول إلى النفاذ كبير وواسع. لذلك يمكن لو لاحظتوا كمان في السنتين الأخيرة انتشر عندنا هنا اللي هو ريادة الأعمال، مفهوم ريادة الأعمال، وهذا شيء جيد بحد ذاته ممتاز، وانتشرت كمان في أفكار الهاكاثون. وفي المقابل سمعنا من كثير ممن دخلوا في هذا المجال أنه يعني بدأ عمل ريادي معين حتى لو لم يكن رقمي، لكنه انتهى به إلى لا سمح الله التعثر أو الفشل أو الإغلاق لأسباب كثيرة يصعب الآن دخول برضو في تفاصيل. لكن في تصوري أحد أهم أسبابها إنه عدم فهمنا لدورة حياة الأعمال بصورة متكاملة،
ويعني التقليل من قدر وحجم ما نحتاجه من رسملة، يعني رأس مال للمنتج حتى يستطيع أن يبدأ يشتغل ويدر ويدخل مصاريف، على الأقل يغطي مصاريفه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الربح. الربحية لا تأتي في سنة ولا في سنتين، وأحياناً تأخذ حتى 5 سنوات حتى تصل إلى الربحية. لذلك كثير من الشباب يتفاجأ بهذا الموضوع ويظن أنه قضية أني أفتح قهوة في أي مكان في الطريق وخلاص، أو أعمل تطبيق وأحطه على أندرويد ولا على الآيفون وخلاص وراح يبدأ يدر علي يعني آلاف الريالات أو مئات الآلاف من الريالات. لا، الموضوع يحتاج إلى بناء يعني وفهم متكامل للأعمال التجارية وكيف تدار، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أمور رقمنة وتحول رقمي. ابتكار رقمي يوظف التقنية لتحسين نموذج عمل حالي قائم، زي ما ذكرنا في قصة التنقل. الآن نشاهد التنافس الشديد والقوي جدا ما بين مثلا هانجر ستيشن وما بين طلبات. البعض قد يتساءل يقول طيب إيش نهاية المطاف إذا كلنا حنسوي تطبيقات؟ نهاية المطاف راح تثبت وتستطيع التطبيقات القوية واللي ينصرف عليها في الدعاية والإعلان راح تستمر، وفي النهاية لأنه المنافسة أو شدة المنافسة تأكل من الربحية. في النهاية راح تجد أن أحد الشركات تشتري الأخرى، زي ما حصل ما بين أوبر وكريم. أوبر اشترت كريم، على فكرة إلى فترة قريبة جدا وليست بعيدة أوبر كانت تخسر، إلى فترة قريبة جدا، لكنها سوف تخترق حاجز الخسارة إلى الربحية، خصوصا بعد ما استحوذت على منافسها الأساسي اللي هو كريم في المنطقة عندنا أو منطقة شرق آسيا كذلك. طيب، مجالات الابتكار الرقمي، أنا حقيقة ماني مركز في الوقت يا دكتور محمد، فأرجو تنبيهي لذلك. بناء المنصات الرقمية، الوقت يا دكتور يعني انتهى طبعاً يعني. اي نعم، فلو تختصر طيب. يعني بشكل سريع طيب. على اساس ناخذنا كم سؤال ونختم، الله يعطيك العافيه. طيب راح اختصر سريعا جدا. بناء المنصات الرقميه اهم مجالات الابتكار الرقمي، بناء التطبيقات الذكيه، التجاره الالكترونيه، ولا زال هناك فيها فرص مع وجود طبعا غوريلا ماركت زي امازون وزي سوق وزي علي بابا، لكن في منتجات محليه يمكن تسويقها عبر منصات تجارة إلكترونية. صناعة المحتوى الرقمي مهم جدا، والآن أصبح يقال الكونتنت is the king، المحتوى هو ما يجذب الزبائن إلى المنصات الرقمية. التسويق الرقمي جدا اللي هو الديجيتال ماركتينج، مجال خصب جدا وثري جدا، ويمكن أن تنشأ فيه أعمال وتحقق ربحية جيدة. الصناعة المالية الرقمية أو ما يسمى بالفنتك، التقنيات المالية، عندنا تطبيق هللة وعندنا تطبيقات أخرى، STC Pay، وما رأينا من دخول أبل باي على الآن يعني الطريق. تحليل البيانات والتنبؤ بالقرارات من خلال بناء منصات عامة على السحابة لتحليل البيانات، كل هذه مجالات في الابتكار الرقمي يمكن توظيفها. بعض إبداعات، نماذج من إبداعات رقمية في تطبيقات الجوال، تطبيقات الخدمات مثل مهارة والتعليم والتدريب وغيرها، تطبيقات التوصيل، الطعام والشراب واللوجستيات والتنقل، تطبيقات الألعاب، تطبيقات المحادثات والتواصل، وتطبيقات المعرفة والعلم أو التعلم، التجارة الإلكترونية كما ذكرت، صناعة المحتوى المعرفي مثل موقع حسوب، ومنصات رقمية للحجوزات للسفر والسياحة وحجز مواعيد الأطباء وتقييمهم، والتسويق الرقمي في تقنين خدمات الدعاية والإعلان الرقمية وتحليل النتائج ودراسة العائد. الآن أصبح شباب كثير فريلانسر إذا صح التعبير يسمى، يقوم بعمليات التسويق الرقمي للكثير من الشركات والجهات بعقود، يعني سواء كانت شهرية أو حتى سنوية، ويستطيع أن يقوم به من أي مكان هو متواجد فيه. المالية الرقمية كما ذكرناها، نماذج الأعمال الرقمية، طبعا نموذج العمل هو إطار يحدد مكونات العمل التجاري الأساسية والتي يجب معرفتها وتحديدها قبل البدء في المشروع، شريحة العملاء، القيم المضافة للعميل، قنوات إيصال المنتج الخدمة للعميل، العلاقة مع العملاء، مصادر الإيرادات كيف راح تكون من فين راح تجي، الموارد الرئيسية للشركة والمؤسسة، الأنشطة الرئيسية التي ستقوم بها، الشراكات الرئيسية مع الموردين المزودين،
هياكل التكاليف اللي قاعدة تصرفها، سواء كانت من استضافات أو موظفين أو محللين أو مزودي خدمات معينة أو مزودي حتى محتوى. كل هذا هو نموذج العمل اللي كنا بنتكلم عنه، البيزنس موديل، مهم جدا لفهمه وتحويله إلى أو رقمنته بطريقة مجزية ومربحة للشركة والمؤسسة. كيف نوظف تقنيات التحول الرقمي لبناء نموذج أعمال تجاري ناجح ويحقق الابداع التجاري، هي هنا مربط الفرس، وهذا هو السؤال اللي دائما يجب أن نجعله نصب أعيننا. أهم ملامح المبادرية التحول الرقمي: الإبداع، الإبداع، التفكير خارج الصندوق، توليد حلول إبداعية دائما شيء مهم جدا، تحدي المقاربات التقليدية الموجودة في السوق، تحدي نماذج الأعمال القائمة، قضية جدا مهمة، والمهارة الاجتماعية في التواصل وفهم الآخرين وفهم احتياجات الناس، قضية مهمة جدا لنجاح المبادرات الرقمية. تحديات، أهم تحديات المشاريع الرقمية: استحداث نموذج عمل جديد، عملية ليست سهلة وتحدي الحقيقة، إعادة رسم ساحات المنافسة التقليدية والقدرة على اختراق الأسواق، قضية كذلك تحدي ما هو سهل. يتطلب التحول الرقمي كذلك إخواني وإخواتي تجديد ثقافة الجهة، إذا كنا بنتكلم عن جهة معينة تريد أن تطبق استراتيجيات التحول التقني وتقنيات التحول الرقمي، لتبني وتنمية روح الابتكار لديها والمبادرة وقبول الأخطاء وقبول الخطأ والتجربة. قيادة رقمية واعية، مهم جدا أن يكون لدينا قيادة رقمية واعية سواء كان داخل الجهة أو حتى للمبادرين وريادي الأعمال، وتحمل روح الشغف والمبادرة. البرمجيات والخدمات سوف تملي السرعة في التغيير والتحول المطلوب. الآن استراتيجية التحول الرقمي يصعب أني أعدي عليها الوقت، أدركنا الحقيقة، لكنها هي مهمة، ولعلي أرسل العرض هذا للدكتور أو لجامعة خالد وهم يرسلوا لكم بالإيميل إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يستزيد. الشريحة دي بتشرح لنا كيف يمكن أن نوظف استراتيجيات التحول الرقمي في النمو والتوسع وتحسين كفاءة الأعمال من خلال قضايا محددة باستخدام وبتوظيف تقنيات التحول الرقمي لبناء نماذج أعمال رقمية جديدة. هنا بذكر في هذا الجدول أهم تقنيات التحول الرقمي وكيف ولماذا أو أي مجال نستطيع أن نستخدمها فيه: الحوسبة السحابية، تطوير وتشغيل سريع للبرامج وخدمات التقنية، خفض التكلفة، دعم استمرارية الأعمال، إنترنت الأشياء لجمع البيانات والمراقبة عن بعد، البيانات الضخمة وتحليل البيانات للتنبؤ وفهم أعمق للأعمال والعميل وأصحاب المصلحة، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتعلم العميق الابتكار وزيادة النمو وتحسين تجربة المستخدم وكفاءة التشغيل والتنبؤ اتخاذ القرارات، تقنية البلوكتشين، الأمان والحماية والخصوصية، تطبيقات الأجهزة الذكية، الوصول والنفاذ إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، الأمن السيبراني والخصوصية للحماية المادية والمعلوماتية، روبوتات أتمتة العمليات، روبوتك أوتوميشن بروسيس أو روبوتك بروسيس أوتوميشن لترابط العمليات ودعم الأتمتة بين الأنظمة وميكنة الأعمال المكتبية، استخراج التقارير، التواصل الاجتماعي للتواصل مع أصحاب المصلحة والعملاء والتسويق والنفاذ، وأخيرا وليس آخرا إخواني أخواتي، المبادرة والريادة الرقمية أصبحت جزءا أصيلا من العمل التجاري، وأحدثت ولا زالت نماذج أعمال جديدة مثمرة وفاعلة. أشكر لكم جميعا حسن استماعكم وحضوركم ومشاركتكم، وأسأل الله أن أكون قد قدمت لكم ما فيه الفائدة والنفع، وإن كان على عجالة وفي ومضات سريعة جدا. والآن أترك الميكروفون لأخي الدكتور محمد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكرا دكتور عدنان على هذه يعني الأمسية الجميلة، صراحة من الأمسيات الجميلة التي قدمناها عبر تزامن. وحقيقة الوقت زي ما ذكروا الأخوان لم يسعفنا لنحنا نتطرق لكل النقاط اللي أو الأركان اللي خاصة بالتحول الرقمي.
ولكن يعني أنا راح يعني نختصر في الأسئلة لأن الوقت انتهى وحنا تجاوزنا الوقت المحدد، لكن حناخذ بعض الأسئلة ويعذرون بقية الأخوة والأخوات إذا ما ألقينا عليهم الأسئلة ما طرحناها. دكتور، أول خطوة تخطوها المنظمة أو الجهة التي ترغب في التحول في التحول الرقمي، من أين تكمن البداية؟ والله هذا سؤال يعني أقصد يعني هل هو من الإدارة، من المدير العام، من الموظفين، من نموذج العمل، من أين نبدأ في التحول الرقمي؟ صحيح صحيح، الحقيقة ليس هناك إجابة موحدة أخي الدكتور محمد، لكن خليني أقول لك حاجة عامة. تبني القيادة، إذا نحن نتكلم عن تحول رقمي داخل منظمة أو داخل جهة قائمة، تمام، ولتكن جهة حكومية، شركة خاصة، مهم جدا ما في شك تبني القيادة في الجهة لموضوع التحول الرقمي. ولأستطيع أن الجهة أو القيادة في الجهة تتبنى التحول الرقمي، لابد أن يكون هناك توعية بمفاهيم التحول الرقمي وأهميتها وتوجهاتها وكيف نستطيع أن نوظفها. هناك تخوف عند الكثير من القياديين بأن هذه مجال للصرف فلوس زايد، لكن في العمل ما بتفيدني كثير. أنا سمعت هذا من بعض الجهات ومن بعض الزملاء، ليش؟ لسوء فهم للموضوع وتوظيفه بطريقة مناسبة. على سبيل المثال خليني أعطيك مثال دكتور محمد، الآن حتى أوظف مثلا مجال معين من مجالات التحول الرقمي أو تقنيات التحول الرقمي، على سبيل المثال تقنية البلوك تشين أو تقنية مثلا التواصل مع الطلاب أو الطالبات أو تقنية مثلا من خلال السوشيال ميديا أو تقنية بناء التطبيقات. إذا ما في تبني من جهة قيادية داخل الجهاز وداخل الجهة، يصعب علينا أنه نحن نحقق نجاح متميز في هذا المجال. بدليل تجد كثير من الجهات تطلق تطبيقات على الجوال أو عجزة ذكية، والتطبيقات هذه تستمر كما هي لفترة طويلة دون تحديث ودون تغيير. لاحظوا، خذوا مثال بسيط جدا وقارنوه مع تطبيق أبشر لخدمات وزارة الداخلية. لاحظ كيف أبشر غير الحقيقة في نموذج عمل تقليدي جدا في مجال خدمات وزارة الداخلية. الآن أصبح المواطن المقيم يستطيع أن يجدد رخصته، يجدد جوازه، يحصل على معلومات كافية عنه، عن المقيمين اللي معه، عن عائلته، عن أسرته، معلومات تفصيلية دقيقة كلها جدا فعلا بضغطة زر من خلال التطبيق. النموذج هذا لولا تبني قيادة واعية بأهمية هذا الأمر ما كان وصل إلى ما وصل إليه اليوم من تحسن وتطوير مستمر. لاحظ أنه التطوير المستمر عبر سنوات طويلة، يعني أبشر بدأ يمكن من أكثر من 10 سنوات تقريبا، ما وصل بين يوم وليلة إلى المرحلة اللي وصلنا إليها اليوم، ولا زال هناك تطوير. فخلاصة القول دكتور محمد، أهم نقطة وعي القيادة لضمان تبنيها للتحول الرقمي داخل الجهاز أو داخل المنظمة أو داخل الجهة. جميل دكتور، الله يعطيك العافية. في المعادلة اللي انت حطيتها قبل شوية حق الإبداع والابتكار، انه الابتكار يساوي الإبداع في التطبيق التجاري، التطبيق التجاري، هل المقصود به التطبيق التجاري يعني يجيب فلوس؟ نعم نعم، الحقيقة يعني. الحقيقة نعم، خلينا نكون. وماذا عن الابتكار في الأشياء الغير تجارية يعني اللي ما فيها فلوس، مثلا الابتكار في التعليم، الابتكار في المنظمات المجتمعية يعني زي كذا؟ أنا معك. يعني نحن نقيس النجاح بالانتشار والاستخدام والفائدة. طيب جميل، طبعا من أهم المقاييس الواضحة والملموسة أن التطبيق التجاري، النجاح التجاري لأي مبادرة، أنه يستطيع أن يبيع، أنه يستطيع أن يشتغل، أنه يستطيع أن يدخل رأس مال، أنه يستطيع أن يعوض خسارته، أنه يستطيع أن يحقق ربحية. هذا قياس واضح وملموس. لذلك تجد كثير الآن من الجهات يقول لك يا عمي نبغى فكرة تطبيقية، نبغى فكرة تنباع وتدخل فلوس عشان تشغل الشباب، عشان تشغل الناس اللي يبغوا يشتغلوا، عشان توجد فرص عمل جديدة. جميل. تطبيقات الاجتماعية للتحولات الرقمية كذلك مفيدة، ما في شك أخي الدكتور محمد، ولها يعني ويمكن أن تقاس كذلك ماليا، ما
ما في شك أنا منقدم خدمات اجتماعية، صحيح هي تكون مجانية لكن لها قيمة مادية كذلك، يمكن أن توفر مصاريف كثيرة جدا، لكن هذا المقياس عادة مقياس واضح وصارخ ولا يمكن الالتفاف حوله إذا صح التعبير. جميل، الله يعطيك العافية دكتور. يعني الكثير برضو في سؤال تكرر أكثر من مرة عن مقاومة التغيير للتحول الرقمي في بعض الجهات، يعني كيف يتم التغلب على هذه المقاومة؟ طبعا مقاومة التغيير يعني مشكلة المشاكل، خصوصا يعني في الجهات الحكومية وحتى كذلك في القطاع الخاص. يعني مقاومة التغيير إخواني وإخواتي، أنا أوجه خطابي الآن وبسرعة حتى ما أطيل عليكم، لمن يعمل في تقنية المعلومات، سواء كان مدير تقنية معلومات، كبير مشرف في تقنية معلومات اللي هم يسموهم CIOs، موظف في تقنية المعلومات، لابد أن نغير طريقة لهجتنا في التعامل مع البيزنس أونرز. لابد أن نخلع طاقية إنه نحن نعرف كل شيء وهم ما هم عارفين حاجة. لابد أن نترك قضية إنه التطبيقات هذه راح تفيدكم، راح تحسن عملكم غصبا عنكم. مو صحيح هذا التوجه، مو صحيح هذا الكلام. الطريقة هذه في التعامل مع البيزنس أونر أثبتت فشلها، أثبتت بالعكس خلقت مقاومة شديدة جدا. الطريقة الجديدة إنه أنا بحاول أدفع البيزنس أونرز اللي هو بنفسه يتبنى الحلول والبرمجية. نصيحتي لك إذا كنت أنت في بوزيشن قيادي في تقنية معلومات، لا تروح تجيب أي سولوشنز أنت وتعطيه للعميل وتنصح العميل فيه، خلي العميل، وفر المعلومات للعميل، خلي العميل، خلي البيزنس أونرز هو اللي يجيب السولوشن ده ويقول أنا أبغى فعلا السولوشنز هذا بحيث يحقق اللي هي متطلباتي، مع وجودك أنت في صناعة القرار من بعيد بدون تدخل مباشر. بغير يعني تغيير أسلوبنا وطريقة تفكيرنا وطريقة تعاطينا كمشرف تقنية المعلومات، كموظف تقنية المعلومات، كمدراء تقنية معلومات، مع البيزنس أونرز ومع أصحاب الأعمال داخل الجهة الواحدة أو حتى خارج الجهة، لن نستطيع أن نقلل من حدة مقاومة التغيير الحقيقة. مهما ذكرنا من مقاومة التغيير من منهجيات زي منهجية أذكار وغيرها، رح يظل في وجهة نظري على الأقل وما رأيته في الواقع أهم نقطة، أن نحن كآي تي لا ندعي المعرفة بكل شيء، لا نأتي بالحلول جاهزة للقطاعات الأعمال داخل شركتنا أو داخل جهتنا، وإنما نحاول أن نوفر لهم الخيارات ونترك القرار لهم ونوجه وندعم ونذكر الإيجابيات والسلبيات حتى يشعروا بالشراكة. هم يريدوا أن يشعروا دائما بالشراكة، يريد أن يشعروا بأنه شيء جاي مفروض عليهم من تقنية المعلومات. نعم. هذا طبعا في عجاله يا دكتور، بارك الله فيك. العافيه دكتور. اخر سؤالين ونختم ان شاء الله. كيف يعني الدكتور عمر يقول كيف يمكن ان نستفيد من التحول الرقمي في المؤسسات التعليميه باختصار؟ والله يا اخي هذا مجال كبير جدا. يعني نعم فعلا. منصات التعلم المفتوح متاحه لنا جميعا، طبعا مع الأسف الكثير منها الآن باللغة الإنجليزية، لكن في توجهات قوية في بناء منصات تعلم مفتوح يعني رقمية متاحة. أن يبني الأستاذ المعلم سواء كان في الجامعة أو في قطاع التعليم العام، أن يبني له منصة تعليم مفتوح. والآن هناك يعني منصات كثيرة جدا على السحابة، أو أنت تستطيع تبنيها بمبالغ ليست كبيرة يا إخواني وأخواتي، ممكن في حدود 3-4 آلاف ريال تبني منصة، أو شخص تقني يبني لك منصة تعليم مفتوح خاصة فيك أنت، تطرح من خلالها شروحاتك، تطرح تسجل فيديوهاتك، تقدم مادة تعليمية. والله يا إخواني لن تصدق إلى أين ستصل هذه المعلومات حتى داخل وخارج المملكة. سوف نفاجأ الحقيقة بالنفاذ والوصول السريع لمثل هذه احد المبادرات السريعه اللي ممكن. انا ما بقول لك روح ابني تطبيق، اذا انت متخصص ممكن يكلفك، لكن على الاقل بناء منصه تعليم مفتوح اصبح سهل جدا، وهناك انظمه متاحه اوبن سورس، انظمه مفتوحه المصدر متاحه، بل اصبحت حتى على السحابه، انت تدخل وتشتريها باشتراك شهري وتخصصها، تعمل لها حاجه نسميها كونفيجريشن كستمايزيشن لك، وتطرح عليها كل موادك التعليميه اللي تريد ان تضيفها
على أبسطها يا دكتور برضو أنه ممكن يعمل لقناة على اليوتيوب يعني. يا سلام يا سلام، أنا يعني هذا أبسط شيء، يمكن أن تواصل مع طلابه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أفكار كثيرة جدا الحقيقة، وفي قنوات اليوتيوب نجحت ما شاء الله تبارك الله وحققت نجاحات يعني متميزة جدا. أهم نقطة يا إخواني، لا تتوقع النجاح والنفاذ بسرعة، هذه نقطة جدا مهمة. ثابر ثم ثابر ثم ثابر، ركز على المحتوى المتميز، المحتوى الجيد، حاول أن تخرج إخراج جيد ومناسب، صدقني راح تجد وتفاجأ بعد ذلك بالنتيجة. إذا استعجلنا الثمرة لن تحقق نفاذ ولا وصول، حسب فكرتك من المنصة يعني، حسب الشيء اللي أنت تبغى تطرحه على المنصة. أعطيك العافية دكتور. آخر سؤال برضو تكرر، اللي هو أهم المصادر التعليمية للتحول الرقمي اللي ممكن يستفيدوا منها الحاضرين معانا والحاضرات، سواء كانت كتب أو منصات تعليمية أو مواقع. الحقيقة الحقيقة أهم الكتب في هذا المجال طبعا كالعادة يعني، في شح في الكتب العربية في هذا المجال، أخوكم بصدد يعني وضعت الآن أجدة كتاب في التحول الرقمي، لكن حقيقة لسه حتى ما كتبت فيه حرفا، لعلكم تدعون لي أن أبدأ فيه إن شاء الله. لكن من أهم الكتب باللغة الإنجليزية Digital Transformation Playbook، ولعلي أكتبه في الشات تبعنا يا دكتور محمد. فين كيف أوصل للشات؟ هل أنهي الآن أنا المشاركة من عندي؟ ممكن تنهي. كيف أوصل للشات؟ دقيقة بس اللحظة، راحت الشاشة. وممكن تنهي المشاركة إذا حبيت، ما في مشكلة. طيب أنا المشاركة عشان أدخل على بس الشات. أيوة. وبرضو في اقتراح دكتور عدنان إنه لو ترسل لي قائمة بأهم المراجع وعلى الإيميل مثلا، وأنا راح أجمعها ونرسلها بالإيميل لكل الحاضرين والحاضرات معنا. جميل جدا، أنا توجد عندي الحقيقة مجموعة من المراجع. ممتاز. سواء كأسماها إذا كانت كتب أو حتى كملفات PDF. راح أرسلها لك دكتور. ممتاز. بالعكس على الرحمة الساعة. الكتاب هذا اسمه سريعا إذا حبيت الدكتور، اسمه Digital Transformation Playbook. Digital Transformation Playbook لبروفيسور في جامعة MIT وجامعة كولومبيا بيزنس سكول، الدكتور اسمه ديفيد روجرز. ديفيد روجرز الدكتور اسمه، أنا راح أكتبها في الشات برضو لمن يحب أن يطلع عليه. الكتاب موجود على أمازون ويمكن شراءه، الكتاب طبعا باللغة الإنجليزية، بس الكتاب رائع جدا ومن أجمل وأنفع ما كتب في موضوع التحول الرقمي. جميل، الله يعطيك العافية. شكرا دكتور عدنان على هذه الليلة الجميلة والأمسية الرائعة في يعني بحر التحول الرقمي، وهو بحر كبير لا ساحل له كما يقال، يعني مجالاته كثيرة وفروعه متعددة وأركانه كثيرة، فلكن يعني حاولنا احنا نجمع لكم بعض يعني جمعنا لكم رؤوس الأقلام الأساسية، ويمكن حتى الدكتور عدنان يمكن ما قدر يغطيها كلها. فشكرا في البداية للدكتور عدنان على هذه الأمسية وهذا اللقاء الجميل، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الحاضرين والحاضرات على حضوركم معنا في هذا الوقت المتأخر. نفيدكم أنه برضو تزامن لها يعني قناة على البودكاست الآن جديد استحدثناها في الآيتونز، لها برضو قناة على الساوند كلاود، ولها مدونة جميع المدونات اللي حنا نقدمها عبر تزامن منشورة في مدونة منصتنا الأخرى الشقيقة اللي هي منصة كيكيو إكس، فممكن ترجعون لها كل المنصات أو كل المدونات أو كل الندوات اللي حنا قدمناها خلال الفترة الماضية ملخصة بتلخيص بسيط وجميل، ويوجد فيها جميع المراجع سواء كانت مرئية أو صوتية، تجدونها في هذه التدوينة بإذن الله. نكرر لنا شكرنا جميعا الأستاذة هريمة برضو نشكرها، والأستاذ عبد الخالق معانا برضو في النشر نشكرهم جميعا. أستاذة هريمة لو تضيفوا لهم منصة المدونة، مدونة كيكيو إكس، رابط المدونة تحطيها على الشات، ولو كتبتوا أنتوا دخلتوا على منصة كيكيو إكس حتجدون المدونة في أعلى، رابط المدونة في أعلى صفحة منصة كيكيو إكس. شكرا لكم جميعا، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله الاثنين القادم مع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ومع الدكتور سالم العلياني وهو أحد المتخصصين في هذا المجال، وله برضه دورة كاملة موجودة على منصة كيكيو إكس حول الذكاء الاصطناعي للجميع.
فممكن إن شاء الله أنكم تسجلون، راح نعلن عنها إن شاء الله خلال اليومين القادمة ونفتح التسجيل فيها بإذن الله. شكرا لكم ويعطيكم العافية، إلى أن نلقاكم على خير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.